السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن أستاذ بدر الصنبور رئيس جمعية دع بصمتك Leave your fingerprints. نحن برفقة من المتطوعين، منهم طلبة منهم أساتذة، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جينا رغبة في التضامن والدعم للأهالي أخوتنا وحبابنا بهذه القرى المنكوبة بمنطقة الحوز، والحمد لله فرحنا تلقاو واحد الحشد هائل من الناس ما شاء الله جايين لدعم هاد الناس هادو والوقوف بجانبهم وما يخليوهمش لا في هاد الفترة ولا من بعد هاد الفترة، إن شاء الله معاهم إن شاء الله تيوقفوا على رجليهم ويتوفر لهم السكن ويتوفر لهم الإيواء والطعام وكل شيء إن شاء الله. وحنا بالرفقة مع ناس جايين أجانب كذلك، كاين ناس اللي جايين من يونايتد اوف كينغدوم اللي هي انجلترا، وكاين ناس من اسبانيا، وكاين ناس من فرنسا الحمد لله، وجاو ناس من النمسا، وجايين من المانيا، كلشي مع المغرب وكلشي تيبغي المغرب وكلشي تيموت على المغرب. الله يوفقنا للخير واياكم ان شاء الله، والغايه ديالنا جميعا هي الجنه ان شاء الله، ونفرحوا كاملين ان شاء الله. الله يثبت الاعمال والله يوفقنا للخير وشكرا. السلام عليكم. This is leave your fingerprint here in Morocco. We're here providing aid to the people that have been affected by the earthquake in Morocco. We started here as tourists. We felt that we could help, and that's how Leave Your Fingerprint was born. It was just a little idea, and now it's coming to an organization, and we will try to help wherever we can and however much is needed. We will help and continue helping the people of this earthquake, inshallah, now and even after, as we realize that it's not only now that they need help, they will need help in rebuilding their lives, and inshallah we will be there to help them every step of the way. Thank you very much.